رسول الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، لذلك حمدا كثيرا. اللهم النفس كعفو كرم تحب العفو، فاعف عنا يا رب يا رب العالمين، بخاطر والدي يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا يا رب العالمين، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن الانعام عبادتك يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر لذلك كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك حمدا كثيرا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أعزائي الأحبة، ربنا يبارك فيكم ويكبر خاطركم ويصلح حالكم وبالكم يا رب العالمين. تمام، وحشتنا ماما، ربنا يكبر خاطرك حبيبتي يا ماما، حرمش منك أبدا الخير والبركة، ربنا يبارك لك في صحتك. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. إن شاء الله هنرتم سورة الجاسين إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هيا نفتح المصاحف، ربنا يكبر خاطرك يا مام، منورة العالم كله، حضرتك منورة العالم كله، انتوا باب بس اسمكم منور الدنيا بحل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم، إن شاء الله نقرأ من سورة الجاسية حل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشروا بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون.
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفرأيت من اتخذ إلهه أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وأبلغ صدق الله العظيم وأبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم نجنا من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل يا رب العالمين
اللهم عافينا واعف عنا. اللهم آمين امين يا رب آمين يا العالمين، رب يا رب اكبر العالمين. خطره الذي استرهم في الدنيا والاخره يا رب يا العالمين. رب يا رب. اللهم عافينا واعف عنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا آمين آمين بهداية آمين القرآن آمين آمين وألبسنا ملابس القرآن. آمين يا اللهم رب ألبسنا حلل القرآن. آمين يا اللهم رب ألبسنا آمين خلعات القرآن. يا آمين حي آمين يا قيوم آمين يا ارحمنا رب في العالمين الدنيا والآخرة. آمين يا رب اللهم كل من سألني ومن لم يسألني فأعطيه اللهم مسألته في آمين الخير آمين يا رب والسعادة آمين والصحة والعافية آمين يا رب العالمين. آمين يا رب اللهم العالمين إنا نعوذ بك من الغرق والهدم والحرق. آمين يا رب اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة يا رب العالمين. آمين آمين اللهم يا رب إنا نعوذ بك من الهدم والغرق والحرق والترد يا رب العالمين. آمين آمين اللهم يا رب إنا العالمين نعوذ بك من عذاب القبر. آمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار. آمين اللهم آمين إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. آمين يا اللهم رب إنا آمين نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. آمين يا رب اللهم إنا العالمين نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.